بصوا يا شباب، انا معايا رز بسمتي مستوي وبارد، يعني لو بايت يبقى يا سلام، عاملاه من الصبح بدري يبقى يا سلام، هو ده كده عز الطلب. تمام. ومحتاجه كمان زيت سمسم تقريبا معلقتين كبار، ومحتاجه زيت سمسم ده طبعا هتلاقوه في اي حته. ما عندكيش وعايزه تجربي الوصفه بدون زيت سمسم، خلاص استخدمي الزيت العادي، زيت الذره او زيت عباد الشمس، ما فيش مشكله، بس هو عشان يعني يطلع طعمه صيني هنحط له زيت السمسم، بس لو ما فيش ماشي حالك ما فيش مشكله. معايا ثوم مفروم، فصين من الثوم المفروم، ومعايا نص كوبايه من البسله والجزر اللي الفروزن مثلا كده او حاجه، هناخد تقريبا نص الكيس. ومعايا كمان بصل اخضر متقطع صغير، معايا ربع كوبايه من الصويا صوص. تمام، صويا صوص الفاتح الخفيف، مش الفاتح اقصد، الخفيف يعني. ومعايا معلقه كبيره من الصويا صوص الغامق، هو دايما بيبقى ده موجود وده موجود في السوبر ماركت، فاحنا محتاجين الصويا صوص الخفيف ربع كوبايه ومعلقه كبيره من الصويا صوص الغامق. ومعايا كمان معلقتين كبار من الخل، بس كده. ده الكلام ده كله هنحطه مع الرز. تمام. اول حاجه انا هنا مسخنه الطاسه جدا، هنحط الزيت السمسم كده، وهنزل بالرز. عايزه كده ايه اقلبه اوام اوام. كده زيت السمسم ده كده اول حاجه. عايزه احط الثوم واقلب كده. ما رضيتش احط الثوم في الاول علشان ما يلونش بسرعه، خصوصا ان انا المسخنه الطاسه قوي زي ما انتم شايفين كده. تمام. هنحط البسله والجزر، نكمل كده تقليب. ريحته بانت على طول، يعني زيت السمسم والثوم فرقوا قوي قوي، ريحتهم بانت فورا. هنحط الصويا صوص الفاتح والغامق الاثنين. نقلب كده كويس قوي. شفتوا اسهل من كده مفيش. كده ومعايا البصل الاخضر. خلي بالكم ان الصويا صوص اصلا بيبقى حادق والرز مستوي، لانه يعني مستوي ومتحدق ومظبوط، فمش هنحتاج نحط ملح خالص ولا اي حاجة. وبرده دقيه لو حسيتي ان هو محتاج ملح او فلفل براحتك، انت عاملاه في البيت ده عاملاه على ذوقك. بس يا جماعة، وهذا هو الرز الصيني الخطير، ما خدش مننا ابدا اي وقت.